خلينا نروح بقى لدلوقتي اخر الاخبار الرياضيه في المواقع والصحف المحليه والعالميه مع مريم سميح مراسله قناه الاهلي. مريم هصبح عليكي، وفي البدايه كده لازم نبدا بالنني والتالق اللي حصل مع مانشستر، يعني عايزين نعرف منك الصحف العالميه تناولت هذا الخبر ازاي او حتى الصحف المحليه، وكمان حابه اسالك لو عندك اخبار عن هنا تعافي كريستيانو رونالدو وعودته للملاعب مره ثانيه. اتفضلي يا مريم. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. نهاوند، كل اللي انت سألتي عليه جاهز، بس عايزة في الأول أقولك يعني يا ريت تفضل الدنيا على طول ربيع يا نهاوند، انت متضايقة ليه؟ المفروض يبقى ربيع، احنا مش عايزين الشتاء يدخل بصراحة. كل اللي انت سألتي عليه انا هوند جاهز معانا. طبعا هنبدأ بالنني، لان احنا بمجرد ما بحثنا يعني مساء امس وصباح اليوم في منشطات الصحف سواء في الصحف العالمية او العربية او المصرية، كان بيتصدرها اسم واحد فقط، هو محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني طبعا ولاعب ارسنال. النني الحقيقة ادى امبارح مباراة اكثر من رائعة، اتكلم عليها كل المشاهدين، كل متابعي كرة القدم في كل مكان اتكلموا عن اداء محمد النني، المستوى البدني اللي ظهر بيه خلال المباراة، طبعا اللياقة البدنية اللي كمان أبداها في الدقيقة 91 خاصة، اللي أدت يعني لخروج الكرة خارج الملعب أو المدافع اضطر أنه هو يخرجها بره الملعب. فكان في منشطات كتير جدا عن هذه المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج طبعا، واللي أقيمت على ملعب تراسفورد. طبعا عايزين نقول كمان أن هي يعني كان الفوز الأول ل يعني عايزين نقول ل يعني ضد مانشستر يونايتد منذ 2006، يعني 2006 من 14 عام لم يفوز أرسنال على مانشستر يونايتد. نروح للمنشطات، أبرز المنشطات، أولى منشطاتنا النهاردة من جريدة Give Me Sport، محمد النني لاعب الأرسنال ينتشر في الوقت المحتسب بدل الضائع ويفشل فوز مانشستر يونايتد. عندنا كمان من الشروق أرتيتا ما يقدمه النني الأرسنال شيئا خاصا، وقال كمان من ضمن التقرير اللي نشرته جريدة الشروق إن يعني محمد النني إدى لكل الفريق طاقة إيجابية، هو شايف إن كان في طاقة إيجابية يعني كبيرة جدا لمحمد النني أداها في غرفة الملابس لما كانوا بيتكلموا قبل بدء المباراة، وكمان استكملت هذه الطاقة داخل أو على ملعب المباراة. كمان من روسيا اليوم، المصري النني يحتفل بتألقه في مباراة مانشستر وقال نعود إلى ملعبنا الليلة بثلاث نقاط خاصة جدا، نحن الأرسنال، طبعا عبر حسابه الخاص في تويتر. يعني النني احتفل على طريقته الخاصة بفوز الأرسنال لأنه هو يعتبر يعني لعب المباراة كاملة وأدى مباراة رائعة جدا، فقال أنه نحن الأرسنال. كمان من موقع في الجو، أرتيتا يستخدم النني في التهام خط وسط مانشستر يونايتد، وكمان من موقع يلا كورة، أرتيتا عن النني يمتلك صفر غرور ويساهم في ثقافتنا وأؤمن بقدراته. طبعا من ضمن التقرير اللي كان في يلا كورة قال طبعا ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن النني يمتلك صفر غرور، وده اللي ساعد على يعني تأديته هذا الأداء داخل الملعب، وكمان ساهم النني في إن هو ينشر أو يعني الثقافة بتاعته بين اللاعبين، وهي ثقافة طبعا الطاقة الإيجابية وأنه هو يكون متحمس على مدار المباراة. طبعا يعني كل أغلب الصحف تناولت هذا الموضوع لأن يعتبر أنه هو فوز غالي جدا للأرسنال، لأن الأرسنال زي ما قلنا في بداية الفقرة لم يفوز على مانشستر يونايتد منذ 2006 على هذا الملعب. وبخصوص كريستيانو رونالدو يا نهوان، من موقع سكاي نيوز عربية، في أول مباراة بعد تعافيه من كورونا رونالدو يسجل هدفين. طبعا يعني ترك كريستيانو رونالدو البصمة بتاعته الواضحة جدا أمس أمام سبيزيا، ده طبعا بعد عودته للملاعب بعد طبعا تعافيه من فيروس كورونا أو كوفيد-19، سجل هدف بعد 3 دقائق من مشاركته كبديل قبل أن يضيف هدف آخر من ركلة جزاء
ليقود يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للفوز 4-1 على سبيزيا أمس الأحد. طبعا يعني عايزين نقول أنه بمجرد ما شارك رونالدو في المباراة كان التعادل هو يعني حليف المباراة كان 1-1، ولكن عندما شارك رونالدو هز الشباك 3 مرات في 20 دقيقة. ده طبعا يعني، وقال أندريا بيرلو المدرب يوفنتوس أنه هو يعني صنعوا الفريق صنع الكثير من الفرص خلال الشوط الأول، وهو كان شايف أنه من الظلم أنه يفضل الفريقين متعادلين على الرغم من يعني كم الفرص اللي صنعها الفريق، ولكن طبعا قال أنه رونالدو أدى مهمته على أكمل وجه عقب مشاركته في المباراة. طب مريم أنا عايز أسألك حاجة لو تسمح لنا ونروح ل... سابع. بصي يعني طبعا خبر انا من الناس المعجبين جدا او من مشجعي رونالدو، فده خبر بالنسبه لي رائع، بس انا عايز اسالك وجهه نظرك برضو في قصه ان عوده اللعيبه بعد كورونا بيبقى يعني بيعمل انعكاس جيد جدا ليهم في الملعب، يمكن شفنا ده مع ابراهيموفيتش ويمكن شفنا ده مع كريستيانو رونالدو، فحتى انت كنت معانا تقريبا في الخبر الخاص بابراهيموفيتش وبرضو عودته كانت قويه جدا. حقيقي أنا هوند هو يمكن بيكون فترة يعني هم بيعتبروها فترة نقاهة، بياخدوها مش إن هي فترة مرض، بيعتبروا بالنسبة لهم إن كوفيد 19 هي فترة نقاهة. عايز أقول كمان إن رونالدو زي ما أنت أكيد تابعتي وكلنا تابعنا كان بيعمل تشالنجز دايما من خلال حساباته الرسمية، بيعمل تشالنجز إن هو مثلا يعمل رياضة أو يحمس متابعينه على إن هو يعمل مثلا بوش أبس أو مختلف الرياضات، هو كان بيحافظ على لياقته البدنية. فدايما يعني لاعبي أوروبا أو أمريكا أو غيرهم من اللي أصيبوا بكوفيد 19 مؤخرا كانوا بيعتبروا أن الفترة دي فترة نقاهة وأن هم يعيدوا حساباتهم مرة أخرى، وطبعا ده كان بيظهر عليهم بمجرد مشاركتهم مرة أخرى من جديد بعد تعافيهم من كورونا، فبيظهر المستوى البدني وبيظهر قد إيه كان بالنسبة لهم فترة يعني المكوث في المنزل أو أن هم كانوا بيعملوا إعادة تأهيل لنفسهم، ما خدوش الموضوع بشكل نيجاتيف او سلبي ان هم يكونوا قاعدين في البيت وان هم يعني يستسلموا للمرض او للفيروس اللعين، بالعكس كان بالنسبه لهم اعاده تاهيل بدني، وهو ده اللي خلاهم يعيدوا حساباتهم ويشاركوا في المباراه بشكل رائع، وطبعا ابرزهم رونالدو. تمام. عايزين نكمل أخبارنا من موقع اليوم السابع. اتحاد الكرة بيقرر إقامة الأسابيع الأخيرة بالدوري المقبل بدون لاعبي الأولمبي. استقرت اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على أن تقام الأسابيع الأخيرة من الدوري المقبل بدون لاعبي المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، حيث سيقام تجمع طويل المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية. وده طبعا في ظل لرغبة أغلب الأندية أن يقام الدوري يعني بشكله المعتاد في 34 جولة. عندنا كمان من بوابة الأهرام مدرب منتخب الصلاة يطمئن على جاهزية لاعبيه. خاض أمس الأحد طبعا المنتخب الوطني لكرة الصلاة مرانه الأساسي بالصلاة المغطاة لنادي البطائح بمدينة دبي استعدادا لمواجهة المنتخب الإماراتي بالصلاة نفسها غدا الثلاثاء ضمن المعسكر المغلق للمنتخب الوطني بالإمارات استعدادا لكأس العالم ليتوانيا 2021. من المقرر طبعا أن يخوض المنتخب لقاء آخر أمام منتخب الإمارات يوم 5 نوفمبر، ده طبعا قبل أن تعود البعثة يوم 6 نوفمبر الجاي. عايزين نقول انه شارك في المران امس يعني جميع اللاعبين، واطمئن هشام صالح المدير الفني على جاهزيه الجميع لان بتضم القائمه 14 لاعب، هم محمد عبد الوهاب شوبير، جمال عبد الناصر، المعتز بالله سامي، محمد عبد الحميد، احمد عبد القادر، محمد سعيد، مصطفى عيد، ابراهيم بوجي، اسلام العقرب، عبد الرحمن مصطفى، احمد حامد، علاء دونجا، عصام علاء، وخالد مارادونا. قبل ما ننهي فقرة الصحافة النهاردة عايزين نفكر مشاهدينا بمواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية. عندنا في الدوري الإنجليزي فولهام مع ويست بروميتش في الساعة 7 مساء، وليدز يونايتد مع ليستر سيتي في 10 مساء. عندنا في الدوري الإسباني فياريال مع فالادوليد في 10 مساء، وفي الدوري الإيطالي عندنا هيلز فيرونا مع بينفنتو في 10:15 مساء، وأخيرا في الدوري الألماني هوفنهايم مع
يونيون بيرلين في الساعة 9:30 مساء. دي كانت جولة مع أبرز الأخبار العالمية والمحلية والمصرية، وطبعا كمان أخبار النني اللي يعني انتشرت بشكل واسع جدا في جميع منشطات الصحف المختلفة من موقع جريدة الشروق. إليكم مرة أخرى في الاستوديو.